لهذا الحدث المميز الجميل. دبي ريسينج 3 هي الناقلة لهذه الفعاليات. التبرة تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة، يتابعها غياث الهلالي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والانطلاق المميز الجميل هنا من الظبي من هجن الشحانية، يتابعها جابر بن سالم بن فاران المري من تنطلق هذه التحديات هنا على المركز إذا الثاني. وفي المركز الثالث الخفيفل اسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ال نيان احمد بن خلفان بن صايغ المزروعي في تضميرها متعبه. تاتينا على المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقياده سعيد بن محمد بن حزيم، والوصول من قبل اليافل لسمو الشيخ زايد بن سعيد بن محمد ال نيان، هنا يتابعها حمد بن حميد لديلي بهذا الانطلاقه. والتحدي على المركز الخامس المركز السادس قطنة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، هنا علي بن حمد بن مقارح في تضميرها من تنطلق هذه التحديات الجميلة، والوصول من الذهبة ثم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري بهذا التضمير المميز الجميل. المركز الثامن مغرية سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، تابعها مسري بن سالم بالعرطي الحميري برهومة قادمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، وهناك فرق القادمة من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري، والمركز العاشر الشاهينية من هجن الرئاسة يتابعها أحمد بن مطر بن مايد لخيالي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بهذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى التبرة على صدارة، التبرة المنطلقة على المقدمة وعلى المركز الأول تسيطر على زمام الأمور. التبرة هنا من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، بينما الظبي من هجن الشحانية من تأتي على المركز الثاني هنا بهذا الانطلاق. أيضا هذا الشعار مالك الشيذمان من قدمت التوقيت الزمني الأفضل في أمسية هذه الليلة بقيادة جابر بن سالم بن فران المري الذي سجلت هنا 7:34.06 هو التوقيت الزمني الأفضل في هذا المساء. المركز الثالث وصلت فرق هنا أيضا من هجنة شحانية بقيادة جابر بن سالم بن فران المري المتألق في هذه الأمسية الجميلة. الوصول هنا في هذه الانطلاقة من الشاهينية من هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيالي من يأتينا هذا الانطلاق المميز على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وهنا القادمة في هذه اللحظات هنا مغرية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم العرطي الحميري، ووصلت هنا الشاهينية من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي سادسا. وفي المركز السابع الخفيفة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي في التضمير ورسالة، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد هنا تأتينا بهذا الانطلاقة الثامنة. وفي المركز التاسع لسعادة الشيخ هناك عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدوجي في تضميرها المنطلقة بهذا التحدي الجميل والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وعاشرا تأتي برهومة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، ونعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى التبرة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على صدارة وعلى المركز الأول. التبرة المنطلقة بالتحدي وبالإثارة من هجن الشحانية بقيادة هناك المضمر غياث الهلالي، وصل الشبل هنا مع الظبي، هو أيضا قادم بفرق هنا من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم فران المري. الشبل هنا من يقدمهن بهذا الانطلاق الجميل والشاهينية من هجن
سجن الرئاسة بقيود أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. أيضا قادمة رسالة على المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير. وعلى المركز السادس الشاهينية من هجن العاصفة مع غيات الهلالي. السلام، التحديات جميلة، التحديات مع شوط الختام، شوط الختام والله. وأرى هنا الظبي، من غيرت على صدارة على المقدمة على المركز الأول، سيطرت على زمام الأمور. الظبي من هجن الشحانية بقيادة الشبل. هنا أيضا جابر بن سالم بن فران المري على المركز الأول، والشاهينية في المركز الثاني. الشاهينية من هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيلي. يا سلام، الله والتبرة. ثالثا ولكن الظبي، قفلت على مجريات هذا الشوط. الظبي تختم أمسية هذا السباق. تهانينا لهجن الشحانية ومالكها سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني. تهانينا لجابر بن سالم بن فران، ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز، معلنها الناموس. المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن الرئاسة. المركز الثالث التبرة من هجن وصلت هناك الشاهينية التبرة بهذا الانطلاق الجميل من هجن العاصفة المنطلقة. وكذلك هناك فرق لسمو الهجنة الشحانية. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا للظبي، ولحظة الفوز والناموس بهذا التوقيت الزمني المميز الجميل. 7:35 9 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل مع الظبي. تهانينا لهجنة الشحانية، تهانينا لجابر بن سالم بن فران المري. شكرا للشبل على هذه الأمسية الجميلة. المركز الثاني الشاهينية ب7:38 9 من الأجزاء من الثانية من هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد لخيالي. بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام هنا التبرة من هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي ب7:39 5 من الأجزاء من الثانية. رابعا رسالة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. وإلى ملخص هذا السباق هنا بهذه الانطلاقات الجميلة.